اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال كلامنا حول علم الامام من جملة الأبواب التي عقدها الكوليني في كتاب الكافي الشريف هو باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون إن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بوقت موتهم صحيح أن الإنسان بالشكل الطبيعي لا يعلم المستقبل لأنه لا يعلم الغيب. ولكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يخبر إنسانا بزمان موته، بمكان موته، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. وحتى غير الشيعة رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما بين قبري.. ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني رسول الله صلى الله عليه واله كان يعلم موضع قبره بتعليم من الله سبحانه وتعالى او بوصية اوصاها هو وكان يعلم بانهم ينفذون هذه الوصية. فالله سبحانه وتعالى يعلم الأئمة عليهم الصلاة والسلام اما عن طريق تحديث الملك، اما عن طريق الالهام، اما عن طريق إخبار رسول الله صلى الله عليه واله لهم بوقت الموت. الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب في خبر حول استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. هارون العباسي كان يشعر بالقلق من وجود الإمام الكاظم. مع ان الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام ما كان بصدد جمع السلاح وجمع الانصار والثوره والخروج على هارون العباسي، وهذا ظاهر من سيره الامام عليه الصلاه والسلام، ولكن بشكل عام الحكام الجائرون يخشون الناس الذين يملكون قلوب الناس يشعر بخوف منه اذا كان في علمه في فضله في اقبال الناس اليه معروفا بين الناس الحاكم الظالم يخشى منه وخاصه ان بن العباس كانوا في قرارة انفسهم يعلمون بان الحق مع اهل البيت عليهم الصلاه والسلام من ال علي وال رسول الله صلى الله عليه واله الحاكم الذي هو غاصب لحق شخص وذلك الشخص له محبه في قلوب الناس يخشاه ولذلك يحاول ان يضيق عليه وان تمكن يحاول ان يزيحه من طريقه ولذا الحكام من بني اميه وبني العباس كانوا دائما في خشيه من الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وحينما كانوا يشعرون بالخطر كانوا يدسون اليهم السم في خبر طويل ان المامون العباسي كان يدعي التشيع يدعي يد التشيع فقيل له في ذلك فقال اني تعلمت ذلك من أبي يعني هارون في يوم من الأيام جاءه رجل فاحترمه احتراما كبيرا فلما ذهب ذلك الرجل سألته يا أبه من كان هذا الرجل قال هذا هو موسى بن جعفر ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب قلت رايتك احترمته احتراما كبيرا ما معناه قال ان هذا احق بالخلافه مني قلت له اذا هو احق بالخلافه منك فلماذا لا تسلمه الخلافه قال لي ان الملك عقيم لو انت اللي ابني نازعتني في هذا الملك لأخذت الذي فيه عيناك يعني لضربت عنقك الملك عقيم أمير المؤمنين في خطبة الشقشقية يقول فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها زين فهارون يخشى الإمام موسى بن جعفر ولذلك أمر بحبسه فتره في البصره كان وفتره في بغداد، والحبس الاخير كان في منزل السندي ابن شاهك، وكان من دأب السلاطين من بني عباس وغيرهم، اذا شخصيه مهمه ما كانوا يحبسونها في المحبس العام، وانما كانوا يسلمونها لشخصيه من الشخصيات من اتباعهم. اللي يحبس تلك الشخصية في داره لأن دورهم لأن دورهم كانت وسيعة في غرفة من غرف تلك الدور يلقي بهذا المسجون هناك ويقيده بذلك ولا يتمكن المسجون من الالتقاء بالناس وفي الوقت نفسه الحاكم والسلطان وضع هذا السجين في مسؤولية هذه الشخصية هذا الشخصيه هم يدير باله لا يكون هذا المسجون يهرب او مثلا يخالف فيه امر السلطان فلذا الامام الكاظم كان في فتره محبوسا عند واحد من ال برمك وفتره كان محبوس عند السندي ابن شاهك وفترات اخرى محبوس عند اخرين اما اخر حبس كان عند السندي ابن شاهك والسندي ابن شاهك هو رجل اعجمي شاهك هذه كلمة فارسية مصغر الشاح شاح الملك شاحك الكاف التص... أداة التصغير في اللغة الفارسية ورجل يهودي وكان يضيق على الإمام عليه الصلاة والسلام بل يعذب الإمام فلما أراد هارون العباسي التخلص وأراد قتل الإمام خرج من بغداد سافر برا حتى في وقت وفاة الإمام لا يكون موجودا في بغداد لئلا يتهم بأنه هو الذي أمر بقتل الإمام وبعد ذلك كان وقبل ذلك كان قد أمر السندي أن يسم الإمام في طعامه فتمرات أعطيت للإمام عليه الصلاة والسلام فأكلها والسم زين إلى أن السم يؤثر بعض السموم لها تأثير بطيء يعني بعض السموم تؤثر فورا بعض السموم لا يمكن يحتاج تأثيرها يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام أو أكثر هذا النوع من السم الذي أعطي للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام هذا كان لا يظهر اثره فورا وانما يظهر في اليوم الثاني او الثالث وحتى تكتمل الخطه وتبتعد الشبهه وحتى يقال ان الامام عليه الصلاه والسلام مات حتى انفه زين مسجون إجا اجله ومات فجمع السندي ابن شاهك ثمانين رجلا من وجوه بغداد المنسوبين إلى الخير يعني الناس يعرفونهم وجوه يعني شخصيات هؤلاء منسوبون إلى الخير فالإنسان اللي الخير غالب الناس يعرفونه وأيضا لأنه منعم عليهم يصدقون كلامه هذا أمر طبيعي جمع ثمانين شخصا قبل أن يظهر أثر السم في جسم الإمام عليه الصلاة والسلام جمع ثمانين شخصا من هؤلاء ووسع على الإمام يعني الغرفة اللي الإمام كان محبوس فيها أو المكان اللي الإمام كان محبوس فيه مثلا جعل فيه فرش مناسبة ومكان يعني مرفح ثم جاء هؤلاء الثمانون والتقوا بالإمام عليه الصلاة والسلام السم لم يكن قد بدأ تأثيره فأراد أن يتكلموا مع الإمام، القضية تكون جلسة لقاء مثل بعض السجناء مثلا يلتقون بهم الناس، بعد ذلك يخرجوا، بعد خلال أيام الإمام يتوفى، فهؤلاء يشيعون أنه نحن رأينا الإمام في حال مرفهة، مكان مناسب، فرش مناسبة، موسع عليه ومات، هذا قضاء الله عز وجل. واحد يموت في بيته، واحد سجين يموت أيضاً، وهذا ما يفعله الآن بعض الحكام المستبدين، الحكام الجور، حينما يصير ضغوط مثلاً من الأمم المتحدة، من منظمات حقوق الإنسان، هؤلاء ينقلون السجناء خاصة المعروفين منهم، ينقلونهم إلى سجون نظيفة مرتبة فيها خدمات وحسب المواصفات الدولية ويهددون السجين بأنه إذا تكلم بكلام مع هذا المندوب مثلا الأممي فيصنعون كذا وكذا وكذا زين يجي وفد الأمم المتحدة أو وفد منظمة حقوق الإنسان يشاهدون أن السجن مرفه موسع ضمن المواصفات العالمية والسجين لا ينطق ببنت شفا لماذا؟ لأنه يخاف من السجانين ثم يخرجون والإعلام للدولة المستبدة يطبل ويزمر أنه نحن نلاحظ المواصفات الدولية ونراعي حقوق الإنسان هاي قضية مو مرتبطة بالآن هذه القضية كانت من سالف العهد وما فعلها ما فعله هارون العباسي زين فهؤلاء جاءوا والتقوا بالإمام حسب الظاهر ماكو أثر للسم لكن الامام عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى الهمه او الملك ملك حدثه او كان عنده علم عن طريق ابائه عليهم الصلاه والسلام عن رسول الله بانه في ذلك الوقت في ذلك الزمان يسم فاخبرهم الامام عليه الصلاه والسلام وقال اني نص الحديث اني قد سقيت السم في سبع تمرات وأنا غدا أخضر يعني آثار السم ستظهر على جسمي أنا أحيانا أثر السم يظهر على الجسم الجسم يصير نحو الخضار أو السواد مثلا على الجلد أنواع السموم مختلفة وأنا غدا أخضر وبعد غد أموت الظاهر أنه الإنسان العادي لا يعلم بهذا لأن السم لم يبدأ أثره، لكن الإمام عليه الصلاة والسلام كان يعلم بذلك وهذا يناسب هذا الباب أن الأئمة يعلمون متى يموتون، والحديث طويل هو الحديث الثاني من باب أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعلمون متى يموتون، الحديث الثالث عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر أنه أتى علي بن الحسين عليه السلام ليلة قبض فيها، أتى بشراب لعله كان دواء فقال يا أبت اشرب هذا، فقال يا بني إن هذه الليلة التي أقبض فيها وهي الليلة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه واله، الإمام الصادق ينقل عن أبيه الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أنه الليلة التي قبض فيه الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام جاءه بدواء، لأن أثر السم كان قد أثر في جسم الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، لانه ايضا السم حسب الروايات طبعا المريض حتى المسموم يسقى دواء وعسى ولعل هذا الدواء يؤثر لانه حتى المسموم اذا لم يكن السم قويا قد يمكن تجاوز اثره اثره عبر الدواء فيقول جئت بهذا الشراب إلى الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام قال لا بعد ما يفيد. وقع قضاء الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول فقال يا بني إن هذه الليلة التي أقبض فيها وهي الليلة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام زين العابدين حسب المشهور. شهادته كانت في شهر محرم إما الخامس والعشرون من شهر محرم أو الثاني عشر من شهر محرم سنة أربعة وتسعين أو خمسة وتسعين وكان ذلك في يوم الاثنين ورسول الله صلى الله عليه واله ايضا كانت شهادته في يوم الاثنين، طبعا رسول الله حسب المشهور كانت شهادته في شهر صفر في الثامن والعشرين من شهر صفر، فعندما الامام عليه الصلاه والسلام يقول وهي الليله التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه واله يريد حسب الظاهر الليله من ايام الاسبوع في ايام الاسبوع سبت الاحد الى يوم الجمعه كانت كان رحيل الرسول صلى الله عليه واله في الاثنين وكذلك رحيل الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام مسمومين كان في شهر في ليله الاثنين هذا الحديث الثاني الحديث الرابع الحسن بن الجهم يسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام سؤال ولا زال هذا السؤال يُثار أنه أمير أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يعلم بالليلة التي قُتل فيها كان يعلم ذلك والقضية معروفة هنا يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله كان يعرف ان ابن ملجم هو يقتله، والليله التي يقتل فيها، كان يعلم الليله التي يضرب فيها ليله التاسع عشر من شهر رمضان، والموضع الذي يقتل فيه محراب مسجد الكوفه، ولما اراد ان يخرج من الدار كان هناك اوز في الدار نوع من أنواع البط الإوز فهذه جاءت وصاحت الإمام ماذا قال صوائح أو صوائح تتبعها نوائح وأم كلثوم عندما رأت الإمام وسمعت كلامه لو صليت قالت لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلي بالناس في تلك الليلة الإمام كثر دخوله وخروجه بلا سلاح، وكان يعلم أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف، زين إذا الإمام كل هذه الأمور يعلمها، لماذا ما احتاط؟ لماذا لم يحترس؟ هذا السؤال، ماذا يقول الإمام عليه الصلاة والسلام؟ فقال ذلك كان كل ما ورد في التاريخ مما ذكرناه كان صحيح لكن لماذا امير المؤمنين لم يحترس هذا ما اشرنا اليه في الماضي والان نفصل قليلا فيه اولا هذه المعلومات الذي كان يعلمها الامام ان ابن ملجم قاتله وانه يقتل في ليله التاسع عشر من شهر رمضان وانه يكون الضربة في المحراب المسجد هذا كل ما كان عن طريق علم طبيعي هذا كان عن طريق إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله له ورسول الله كان علمه بذلك أيضا من غير طريق الطريق الطبيعي وإنما الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا هذا العلم ما كان عن الطريق الطبيعي، مرة احنا عن الطريق الطبيعي، واحد مسوي مؤامرة يريد يقتل شخص، زين القرائن تدل، يكتشفونه، طبعا نحترس. نعلم فلان يريد أن يقتلنا بالطريق الطبيعي. نحترس، هذا واضح. أما إذا كان هذا العلم عن طريق غير طبيعي. هنا نقول ان المعصومين عليهم الصلاه والسلام ليسوا مكلفين بالعمل بعلمهم الطبيعي غير الطبيعي العلم الذي الهمهم الله سبحانه وتعالى اياه او حدثهم به الملك هذا طريق غير طبيعي ليسوا مكلفين بان يعملوا بذلك العلم يعني الله سبحانه وتعالى هكذا يقول لأيها أيها الإنسان إذا أنت حصلت علم عن الطريق الطبيعي التزم بلوازم ذلك العلم لكن إذا كان علمك بطريق غير طبيعي يعني بطريق أراده الله سبحانه وتعالى أنت لا تعمل بذلك العلم أعمل بشكل طبيعي زين الإمام عبد مأمور ما لله سبحانه وتعالى يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وايضا لماذا يجب على الانسان ان يحفظ نفسه؟ سؤال لان الله امر ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. زين الله سبحانه وتعالى كما يامر بان تحفظ نفسك كذلك قد يامر بان لا تحفظ نفسك مثل المجاهد في ساحه القتال يعلم بانه يقتل لا يحق له ان يفر من الزحف. نقول له: أيها المجاهد في ساحة القتال، أنت أشرد، ولهم دبرك لتنقذ نفسك. يقول: لا أتمكن من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قاتل إلى أن تقتل. زين، هل ألقى بنفسه إلى التهلكة؟ نقول: إن الله أمره أن يصمد إلى أن يقتل. المعصوم عليه الصلاه والسلام اخبره الله سبحانه وتعالى بالطرق التي ذكرناها بانك في هذه الليله ستقتل وفلان سيقتلك ولا يحق لك ان تظهر ذلك في عملك اعمل بالشكل الطبيعي الله اخبره والله امره بان يعمل بالشكل الطبيعي امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام دائما كان يذهب إلى المسجد ويصلي في المسجد ويرجع إلى المنزل بعد أن يصلي في المسجد، فليلة التاسع عشر من شهر رمضان ما كان هناك تغير في أسلوب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، نعم كان يعلم بعلم غير طبيعي عن طريق الإلهام أو عن طريق تحديث الملك أو عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان مامورا بان لا يعمل بذلك العلم يتعامل بالطريقه الطبيعيه. زين واحد يسال انت امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، ليش ما تخلي نفسك حراس؟ هذا هو امر طبيعي، الجواب على ذلك انه في العرب ما كان متعارف الغيله، ما كان اغتيال بينهم موجود. وكان الاغتيال عملا قبيحا يوجب سبه على الذي يغتال، ما كان موجود الاغتيال، اذا واحد يريد يقتل شخص يجي علنا يبارزه ويقاتله علنا، اما انه يقتله غيلة فهذا ما كان متعارف بين العرب. فلذلك كان الاسلوب الطبيعي ان لا يكون له حراس، هو الرسول صلى الله عليه واله ما كان له حراس. في المدينة المنورة مع أن المدينة المنورة كانت محاطة باليهود والرسول صلى الله عليه وآله قاتلهم في قتال متعدد في غزوات متعددة ما كانت الغزوات في يوم واحد أول قضية بن النظير صارت اللي أمرهم الرسول بالجلاء بعد ذلك بن بني قريضة بعد ذلك غير اليهود يهود خيبر يهود فدك هذا بالتدريج كان لكن رسول الله صلى الله عليه واله ما كان عنده حراس، لماذا؟ لأنه ما كان متعارف عند العرب الاغتيال. ولذا رسول الله صلى الله عليه واله في الحروب كان يحتاط احتياط كامل. يلبس درع، يختار المكان المناسب للقيادة، بعيد عن الجبهة الأمامية، لأنه القائد لازم يقود المعركة. وكان يختار أفضل الأساليب الدفاعية ويحترس عندنا صلاة الخوف نزلت وصلاة الخوف نزلت كان في قتال مع المشركين فيميلون عليكم ميلة واحدة في وقت القتال زين أنت في وقت القتال إذا تغفل ذاك هجم عليك هذا لا يعتبر اغتيالا وإنما هو في وقت القتال أنت لازم تكون حذر هو ما يكون حذر لذلك تشوف الرسول صلى الله عليه واله في وقت القتال يحترس وفي في وقت اللي هو في المدينه لا وكذلك امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام فلذا عمل ابن ملجم كان هذا عمل خلاف المتعارف على كل حال فهذا ثانيا وثالثا هناك قضاء محتوم إذا القضاء محتوم بعد لا يتمكن الانسان من ان يفر منه. يعني اذا الله سبحانه وتعالى قد قضى قضاء حتما وانت تعلم بان هذا القضاء حاتم بانك تموت هذه الليله هسه الاحتراس شنو الفائده فيه؟ حتى لو تحترس ما دام القضاء قضاء حاتم فهذا الموت سينزل بك كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره العمران لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، يعني هذا اللي اجل المحتوم قد وصل، اشترك في غزوه احد، لو ما اشترك في غزوه احد كان يموت، لان اجل المحتوم قد وصل. زين امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لان الرسول كان قد اخبره، كان يعلم بان هذه الليله اجله المحتوم قد وصل، وان هذه الليله قضاء الله الحتمي أن يضرب بيد ابن ملجم حتى لو كان يحترس لا شيء أمام قضاء الله سبحانه وتعالى يقف أي احتراس لا يتمكن يعني أفرض مثلا واحد في ساحة قتال زين هذا ما دام الدفاع يفيد يدافع إذا الدفاع ما يفيد دافع لو ما دافع سيقتل فحينئذ دفاعه لا فائده فيه، حتى لو إذا دافع القتال سيقتل، ما دافع سيقتل. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى قد قضى قضاء حتما بشهادته في تلك الليلة، يعني أن يضرب في تلك الليلة بيد ابن ملجم وحتى لو إذا كان يريد نفرض يعني الفرار من قضاء الله سبحانه وتعالى ما كان يفيد. إذا القضاء مو حاتم يمكن الإنسان يفر من قضاء الله إلى قدره كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لكن إذا القضاء حتم لا يمكن الفرار منه إذا الإمام الرضا في جواب هذا السائل اللي هو الحسن بن الجهم يقول ذلك كان يعني كل ما ذكرته من علم أمير المؤمنين بقاتله وموضع قتله وقضية الإواز وكذا وكذا كل ذلك كان ولكنه خير في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل هسه هذه النسخ تختلف خير في تلك الليلة حير في تلك الليلة حين في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل، حاصل المعنى أن الله قد قدر ذلك، فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عبد لله، لا يتمرد على ما أراده الله سبحانه وتعالى، وحتى إذا الإنسان تمرد على ما أراده الله لا يتمكن من فعل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون، الشاهد في هذا الحديث أن أمير المؤمنين كان يعلم بزمان وفاته عليه الصلاة والسلام وأنه في محراب مسجد الكوفة في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان سيضربه ابن ملجم في وقت الصلاة أما الأحاديث الأخرى في هذا الباب فإن شاء الله نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين